اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل ان لجنه الكوره في النادي عقدت عده اجتماعات اليومين الاخيرين، سواء لترتيب الوضع بالنسبه لقطاع الناشئين او بالنسبه للاكاديميات، والاهم طبعا عند حضراتكم الفريق الاول، حركه اللاعبين، الاعارات اللي اتطلبت لبعض اللاعبين، وايضا الاستخدامات الجديده اذا كان تم حسمها ولا لسه. معنا على الهاتف يا باشمهندس صديقك العزيز اللي ما بيردش عليك اليومين دول. لا بس في الوقت الحاسم بيرد الحقيقه، بيكون حاضر. طيب يعني خلي وقته حاسم على طول. ده الكابتن سيد طبعا تقصد اللي ما بيردش ده. كابتن سيد عبد الحفيظ اهلا بيك. اهلا بيك يا ابراهيم، حياتي بيك والكابتن علي. كل سنه وانت طيب يا كابتن. فيك على الهواء اهو ابراهيم. يعني هعمل ايه، ما انت ما بتردش فبقول له صاحبك اللي ما بيردش. وانا بوقع على الهواء اهو. وما بتسلمش كمان. ايوه ما بيسلمش بس. لا احمد الشيخ يشغلك صح دخل. لا انت انا عارف ان اللي كان معطلك النهارده على الرد انك انت كنت في اجتماع يعني طارئ، لان حصل تطور في موضوع مؤمن. يعني مؤمن كان عنده عرض من الامارات لحد امبارح، النهارده الصبح حصل تطور مهم وجاء خصيصا مندوب من اهل جده. الامور رسيت على مين؟ لا خلاص يعني الحمد لله احنا فعلنا الموضوع دلوقتي حالا، لسه مخلصينها مع اهل جده. لا علو يا جماعه الصوت والنبي شويه. اتفضل يا كابتن. دلوقتي مع اهل جده، الامر اتحسن مع عند اهل جده. مؤمن زكريا لاهل جده. ارزق كابتن. كان في فارق مادي ملحوظ يا كابتن سيد؟ لا في فارق مادي كبير، مش ملحوظه بس، هو فارق مادي كبير. ها؟ الضعف تقريبا. طبعا يعني دي فيها استفاده للاعب اكيد، وفيها بالتاكيد استفاده للنادي، لكن كمان في حسابات لازم تعدى عليها. يعني في مراحل في الموسم كده. ما انا لسه هسالك. يعني ما دي الاثنين مكملين لبعض، في حسابات مكمله للامور الماليه، الموضوع مش ماله بس، بتبقى عايز تاخد بطوله، وفي نفس الوقت في فتره من الزمن بتبقى محتاج يبقى في بعض اسماء مهمه انها تاخد رؤيتك المستقبليه لاسماء معينه بعينها. الفترة اللي جاية لازم تبقى عندك حسابات ليها، المرحلة اللي أنت فيها هو عادي مؤمن زكريا هيفعل بعد السوبر، احنا داخلين على مباراة الزمالك وبعدين مباراة السوبر، فبعدها هيبقى مؤمن زكريا في دور 13 تمام في إعارة لأهلي جدة، فبالتالي في حاجات كتير قوي لازم تكون في الحسبان قبل ما تاخد القرار، فبتفكر فيها بشكل كويس، الحسابات الفنية، الحسابات المادية، استفادة الفرقة، الرؤية المستقبلية للفرقة، مين ممكن ياخد المكان ده والبدائل المطروحة سواء كانت في المكان ده أو مين يشغل المكان ده. يمكن المنطقة دي تحديدا عندنا فيها مجموعة متميزة من اللعيبة، أحمد حمودي، وليد سليمان، عندك طاقة، عندك أجاييه، أحمد حمدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، ميدو جابر، إسلام محارب، المكان ده في مجموعه ممكن تشغل، لكن المرحله واحمد حمدي كمان الحمد لله ظهر اهو. بقول لحضرتك يعني عبد الله الطايفر ما اعرفش انا قلته في سياق الكلام ولا لا، مجموعه من الاسماء اللي ممكن يبقى ليها تواجد في الفتره اللي جايه صغيره. بس عايزين نتوقف هنا بس عشان نشرح. اذا يا كابتن سيد، اذا الحسبه الفنيه كانت محسوبه بدقه ان النادي يستطيع انه يخرج على الثلاث لعيبه دول، الكابتن متعب والكابتن احمد الشيخ ومؤمن زكريا، ومؤمن زكريا دون ان يشعر بفراغ او ان البديل موجود ويتحين الفرص. هي كلها حزبه واحده يا كابتن علي، لازم كلها تتاخد مره واحده. عمرو بركات الحزبه الفنيه مرتبطه باستفاده النادي، باستفاده اللاعب، بمدى التاثر، كل ده لازم يتحس بشكل كويس. المرحله كمان اللي انت فيها ما ممكن ما تحسش باي حاجه من ده لو انت عديت مرحله معينه تمام. فبالتالي احنا عندنا مرحله مهمه جدا جدا في مشوارنا، اللي هي مباراه الزمالك يوم الاثنين ومباراه السوبر بعديها على طول تمام. يعني هم مش هيمشوا غير بعد السوبر. لا مؤمن هيمشي غير بعد السوبر. مؤمن بعد السوبر. بعد السوبر تمام. طيب يعني مؤمن يلعب او موجود مع الجهاز في مباراه الزمالك ومباراه السوبر بالتاكيد. لكن واحمد الشيخ، احمد الشيخ، لا احمد الشيخ اعاره خلاص، هتفعل يوم السبت يوم الاحد اللي جاي. كابتن متعب واحمد الشيخ اتفعلت. نعم الكابتن متعب واحمد الشيخ اتفعلت يعني بالظبط.
تمام، استفاده اللاعب بعض الضغط في اوقات انت يعني العروض المقدمه للاعب لا تتناسب مع النادي او مع اللاعب، فبالتالي ما ينفعش انت توافق عليها لما بيجي لك عرض كويس او برقم كويس مع الحسابات اللي انا قلتها. كل دي استفادات من كل الاطراف، يعني المرحله قد توافق في مرحله على لاعب وترفض للاعب اخر في نفس المرحله. كل دي حسابات لازم تكون مدركه قدامك وعلى فكره بتاخد القرار. هو احمد الشيخ تعاون ولا اتفاق؟ اتفاق. لا الاتفاق. الاتفاق. ماشي. اتفاق. يبقى متعب تعاون، كابتن متعب تعاون، الشيخ اتفاق، مؤمن، اهلي جده. بالضبط. تمام كده. في بعض الامور طبعا المختصه برضه في استخدام لعيبه، حاول ان انت برضه لا ما احنا لسه هنتكلم، لسه هنتكلم. هو ابراهيم هيسيبك؟ يعني قول لي بقى عبد الله السعيد عنده اي طلبات استعاره ولا مفيش تفكير في تحريكه؟ لا عبد الله موجود معانا الراجل، يعني هو كل اللي ما اثير حول عبد الله السعيد ده عارف تماما انت صح، الراجل لا فرض شروط معينه ولا اتكلم في امور ماديه، شانه شان الفتحي او حسام عاشور او وليد سليمان او شريف الافرام او احمد عادل او صابر وحيد، المجموعه اللي بتجدد سنة. كل دول عقودهم خلصانه؟ عقودهم بتنتهي. بتنتهي، لكن الايام القليله اللي جايه ان شاء الرحمن هيبقى في نوع من يعني نوع من المفاوضات اكثر جديه. احنا بالنسبه لنا خلي بالك يعني احنا كنادي عندنا اسس كده بنمشي عليها، احنا بنحترم جدا 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 العقول والوجهات النظر والارتباطات وكل حاجه، وفي الاخر انت بتتكلم على اللي صالح النادي بتاعك ده رقم واحد وصالح اللاعب على فكره. يعني دايما لما بنيجي نتفاوض مع لاعب او بنمضي مع لاعب ما بنبصش لمصلحتنا احنا بس، انت لما بتيجي تمضي مع لاعب او بتجيب لاعب من نادي اخر او بتجدد اللاعب المفروض ان انت الحته النفسيه مهيئه جدا عشان تقدر تستفاد منه. الموضوع ما يبقاش يعني انا بضحك على لاعب ضحكت عليه في تواصله اقل من كتير، لا طبعا لازم يبقى عندك اتزان في العقود، لازم يبقى عندك نسب في العقود ما يبقاش فيها متفاوته بشكل كبير جدا جدا جدا، والا هتلاقي مشاكل مستقبليه. عشان كده اللي بيميز الاهلي عن غيره هو ده، يعني هتلاقي الدنيا قريبه من بعض، واول حد ما بيبقى قريب من مستوى حد اخر او من نجوميه حد اخر بيتم على طول تعديل الفاصل يعني. اذا عبد الله سعيد لا تفكير في تحركه وتجديد عقده هو وبقيه زمايله اللي عقودهم بتنتهي. احنا بدانا نتكلم مع الناس، لكن ضغط المباريات وارتباط الفرقه بمجموعه من المباريات المتتاليه والمتلاحقه والمؤثره في نفس الوقت يعني بتخلي الموضوع ما بيكملش لاخره، لكن ما عنديش ابدا رغبه اللعيبه دي ابدا 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 النادي الاهلي، لكن اقول جمله في منتهى الاهميه، لكل واحد حق طبعا ان هو يشوف اللي يناسب بالنسبه له، لكن احنا كنادي اساسنا وتعاملنا وتاريخنا بيقول كده بنحاول نوصل للاتفاق، ولو ما حصلش ابدا بتكلم كل احترام وتقدير للعيبه اللي عندنا. تمام طبعا. ان في نقطه في منتهى الاهميه، هو منتهى الاهميه مش عشان النادي الاهلي بس، انا بتكلم حاجه للتاريخ ده، ما اعتقدش ان في احد ابدا 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 تتعب جدا عشان تلاقي الاسم في المعلومه اللي هقولها دي، ان لاعب يكون بينتهي عقده مع النادي الاهلي والاهلي يرغب في تجديد عقده او تمديد عقده ويسيبه ويروح النادي ده في مصر. اعتقد ان دي تتعب قوي 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 لما تلاقيها. لان انت هتلاقي احسن من كده فين؟ يعني انت بتتكلم مع اللاعب او بتتعامل مع اللاعب بشكل احترافي. يعني ممكن لاعب يقول لك انا عايز العب، ما بلعبش عندك وعايز العب في مكان ثاني، تمام؟ لكن هتلاقي لاعب يقول لك انا عايز امشي عشان عدم التزام بحاجه معينه او عدم تقدير في حته معينه، اعتقد الامر بيبقى صعب شويه. يا كابتن سيد انا ملاحظ على اللغه النهارده بتاعتك انت تؤكد على بعض الالفاظ ابدا ابدا ودايما دايما، ده معناها ان حضرتك عايز يعني تؤكد على معاني محدده ان مفيش لعيب في النادي الاهلي ساعه ما يجي يجدد يكون عينه على حد داخل مصر ابدا غير النادي الاهلي. بص يا كابتن عدلي، يعني في حاجه ماشيه معانا كده من زمان جدا وانت عارفها كويس، احنا ممكن ما نبقاش اكبر عقل لكن احنا اكبر دخل،
يعني عند اللعيبه بالنسبه لنا مقارنه بكل اللعيبه اللي موجوده في مصر هتلاقي اكبر دخل هو الاهلي. صحيح ده غلطان غلطان اللي يفتكر ان الموضوع موضوع عقد وخلاص اللي انت بتكسب سعادتك هو اللي بتاخده. لا طبعا، وان هتلاقي ناس كتير جدا على المستوى المادي او الاجتماعي كماده يعني اكثر منك ممكن، لكن على مستوى الدخل وعلى مستوى المعيشه يعني هتلاقي النادي الاهلي في حته ثانيه. طبعا الاستقرار المادي والاطمئنان الى الحقوق طبعا ده كلام. في حد من الثلاثه المعارين يعني عمل امتداد العقد كابتن سيد؟ في احمد الشيخ، يعني هو مؤمن لسه فاضل له السنه دي واللي جايه. احمد الشيخ يعني لا جدد معاه سنتين كمان اضافي تاني، يعني احمد كده في الحسبه لسه فاضل له اربع سنين غير اللي احنا فيها. طيب تمام. متعب جدد ولا عقده هو موجود؟ متعب بقول نفس الكلام، هي مش شعارات لكن هي حقيقه، واحد من الناس اللي عمل تاريخ الكره المصريه. مش صحيح عارف. صحيح تمام. القرار عنده. طبعا، لكن كان عقد متعب يخلص النادي في 2017 2018. تمام. طيب هل هناك ما تريد ان نتوقع، مش ضروري باسماء او تفاصيل او مراكز حتى، بس نتوقع ان يكون في محاولات لضم بعض اللاعبين في مراكز محدده تشعر انها عايزه دعم في فتره الشتاء؟ المنطق لازم يكون غالب دايما في تفكيرك او افعالك، يعني لازم تبص على السوق المصري، لازم تبص على الكره المصريه، على الدوري المصري، فلازم لما تحدد ارقام يعني تكون مناسبه لكده. طبعا في الجهاز الثاني ده تحسين البدري محدد اسماء، يعني اتمنى انها تكون موجوده بالتاكيد يعني في اضافه قويه، لكن لو ما حصلش نصيب خلاص بريت الحمد لله رب العالمين، احسن لعيبه في مصر واحسن مجموعه في مصر، لكن لو عندك ميزه ان انت يبقى في اضافه لا اضيف، ما فيش مشكله في اطار المنطقي والمقبول والواقعي، يعني من حق كل اداره نادي انها تطلب اللي هي عايزاه، لكن السوق المصري بيفرض عليك ارقام معينه فلازم تكون مواكبه للسوق المصري، فاتمنى ان الناس تبقى يعني منطقية في أرقامها ومنطقية في طلباتها عشان الأمور تمشي، عشان العجلة تمشي. كابتن سيد، يعني عرفت أن أحد المعايير المهمة في الفترة الجاية هتبقى الجانب السلوكي للاعب مش الفني فقط، عشان تبقوا متأكدين أنه هتبقى صفقة مركزة ومثمرة. لأي حد العامل ده هيحكم من خلال الخبرة؟ تمام. شخصية الأهلي اعتقد ان هي بتخليه مميز دايما حتى في ردود افعاله او طريقه تعامله مع البطولات مع المباريات وبس. تمام. فواحده من الحاجات المهمه جدا 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 في لعيب النادي الاهلي. شوف جدا جدا جدا، شفت الكلام بقى؟ مكتر من جدا هو حاسبهم لك انا بركز بس على الاطفال عشان لسه متفرج على غدر البنات دلوقتي بتاع لا ده انت امبارح مقابلني وانت مشغول جدا جدا جدا. اصل انا بقول الكلام ده ليه؟ لا امبارح دخل في مكتب العميد مرجان وكان موجود احمد الشيخ، فهو خرج وانا دخلت فهو ما شافنيش، دخل قعد ومسك جورنان قعد يقرا وما شافكش وطول وما شافنيش، بعد يجي ربع ساعه قال ايه ده؟ انت هنا من امتى؟ قلت له انت لا ما هو انا ليه بقول على موضوع السلوك ده؟ لان انا عارف ان في لعيبه في حد مهم مترشح، لكن بيتاكدوا بس من شويه معلومات تخص السلوك. تصرفاته بره الملعب عشان يطمئنوا انه يستحق ال بتجيب لعيب يا كابتن عدلي عشان يبقى، يعني انت بتجيب لعيب عشان يفضل. تمام. وشخصيات الفرقه يا كابتن عدلي ما بتجيش في يوم وليله، يعني انت لما تعمل لا طبعا لازم يكون عندك تاريخ مميز بالنسبه لك، يعني مهم قوي ان اللي وما عندناش وقت نضيعه مع حد مناكف بقى يعني يندمج. لا الاقرب مثال للدنيا هي كره القدم، عمرك ما بتستنى حد ولا بتنتظر حد ولا بتكون رحيمه مع حد، يعني دايما كده. انت عندك سؤال؟ عشان انا عارف ان عارف يعني فكره ان انت لعيب ممكن تعجبك كورته فتجيبه وما انتش متاكد من بقيه الحاجات التانيه. لا بص، لا في نقطه مهمه جدا في لعيب كره القدم. في فرق بين لعيب كره قدم في فرقه محترمه وفرقه كبيره ولعيب فقره، يعني انت مش داخل فرقه. واحد هيطلع ينزل يعمل لك خمس دقائق فقره كده 10 دقائق الدنيا تمشي، يعني الناس تتبسط وتمشي. بتلعب على لعبه جماعيه. صحيح. شخصيه فرقه يعني من اول ثانيه لاخر ثانيه بتبقى مسؤول دايما حتى في الوقت والمساحه والنتيجه، يعني ما ينفعش في اوقات معينه في العالم كله مهما كانت فرقه برشلونه هتلاقي النتيجه بتحكم عليها في لحظه معينه في طريقه لعب معين.
انت عارف ده يا كابتن، انت عارف ده يا كابتن سيد بيفكرني بمقوله العقاد كان قال يعني بيندهش من رجل يعجبه وجه فتاه فيتزوجها كلها. لك انت عجبك الوش فاتجوزتها كلها من غير ما تبص على بقيه المعايير. فتيجي في الكوره عبقري عبقري. قال لك انت عجبك الوش فاتجوزتها كلها، فانت يعني خدت بقيه الحاجات وانت ما انتش مش عارف ايه دي. فبالظبط زي لعيب الكوره، زي لعيب الكوره يعني تعجبك كورته فتضمه كله، ما انتش عارف سلوكه وعارف شخصيته وعارف لياقته وعارف التزامه. طب بص يا كابتن سيد، عايز اسالك بقى في حاجه. هقول الجمله دي، هقول الجمله دي في حاجه هتقولها لنا هنا. لا هقول لك حاجه في النقطه دي. دايما اللعيبه تكون مستمتعه جدا جدا في ادائها بس اطار المسؤوليه. يعني ما يبقاش فيها لا مبالاه. يعني لا انت مستمتع بادائك لان انت عمرك ما هتمتع الناس وانت جواك مستمتع اصلا. لازم تكون مبسوط جدا ولازم تكون مرتاح جدا بس مسؤول. يعني ايه اللي عمله وايه اللي ما عملوش، بس مستمتع من جوايا عشان تتفرج عليا انتهى كمان، اتفرج عليا ازاي انا بتاعه وانا جواني. صحيح. طيب قول لي بقى يعني اللعيبه اللي خرجت دلوقتي زي احمد الشيخ ومؤمن ومتعب طبعا مش هيتسجلوا في القائمه الافريقيه، وبالتالي هيرجعوا المفترض على شهر 7 يتسجلوا في الخيط الثاني، مش كده؟ طيب افريقيا برضه السنه دي مختلفه شويه. افريقيا السنه دي كانت في دوري المجموعات لو تتذكر حضرتك كان بدا السنه اللي فاتت في شهر 5. يعني دوري المجموعات بدا في 5. ايوه. السنه دي داخل على كاس عالم، دوري المجموعات في افريقيا هيبدا بعد كاس العالم. ما عندناش في افريقيا غير مباراتين بس، ودي من الحسابات برضه اللي انا ذكرتها في الاول. من الحسابات يعني تضاف اللي انا ذكرته في الاول، موافقتك او ردك لحاجات تانيه. تمام. افريقيا عندك مباراتين مهمين طبعا هم الاساس تكمل او لا. تمام. لكن لما بيبقى في ضغط مباريات في المجموعات وهكذا فبتبقى مطالب ان انت كمان تبقى تعدلها بشكل قوي جدا. اعتقد ان افريقيا السنه دي مرتبطه حتى بالسنه الجايه، يعني السنه الجايه هتبقى بطوله افريقيا هتبقى في الدوري الثامن. ايوه. يعني انت هتخش افريقيا بقايمه يعني هتبقى اساسها في شهر يناير. تمام. لكن تكمله الشهر 7 كمان هتبقى مهمه جدا جدا جدا، لان هي اللي هتكمل فيها افريقيا بتاعت موسم ان شاء الرحمن باذن الله. ان شاء الرحمن نعدي الدور الاول كامل باذن الله، وهي اللي او هتلعب فيها البطوله بتاعه السنه اللي بعدها لان هتبقى في الكتاب. تسمح لي اسالك بقى على المباراه الوديه النهارده، كيف تقيمها خصوصا العناصر الشابه اللي لعبت؟ بص يعني كان في مجموعه مهم انها تاخد برضه ده الفرقه والقوامه بتاع الفرقه سواء كانت راجعه من الاصابات او كانت مريحه لاسباب فنيه كانت بتحتمل بدري ده في الحسبان. مجموعه ممكن بقى لها فتره تقريبا 3 ناس بتخش ولا حاجه ممكن انت تشوفها. مجموعه رجعت زي ما قلت او مجموعه كانت مريحه ومجموعه كانت شباب. انت لازم تفكر في بكره برضه، يعني الدنيا ماشيه ازاي عندك تحت وقطاع الناشئين اخباره ايه والدنيا ماشيه ازاي ومين التعرفات اللي ممكن يبقى فيها استفاده او توازن في حالات سواء كانت عن التدريبات او حتى المباريات الرسميه. فده مهم جدا دايما ما بين فتره والثانيه ان انت تشوف الوضع ماشي ازاي، لكن الاستفاده عاليه جدا طبعا. الاستفاده زي ما انا قلت العناصر الجهاز الفني بيطمن عليها وبيشوفها، حتى تلاقي مثلا واحد زي اسلام محارب بياخد 30 دقيقه بس. تمام. مروان بياخد صوت، مؤمن بياخد صوت، اجاي بياخد صوت، تاكيدا للكلام ده بعد دفع مجموعه من العناصر الشابه يعني. يعني في حد من العناصر اصلا يعني بستدرجه لاني عايز اسال على حاجه معينه. في حد من العناصر الشابه لعب يعني معظم المباراه؟ في طبعا في محمد عبد المنعم بيتمرن معانا بقاله فتره في مجموعه من الناس اللي ممكن يبقى لنا ثواب ماشي حتى في المباريات. بنحاول يمكن السنه دي الفرصه بس مش مديانا او ضغط المباريات مش مديانا ثواب ونساعد الناشئين بشكل كبير كفريق اول. يعني الاتصال ما بين الدرجه الاولى والناشئين لازم يكون موجود في اي منظومه ناجحه، لازم يبقى عندي دي عناصر انا عارفها كويس شايفها بعينيا ومش تتقلب بالوزن وبس، لازم اكون شايفها كويس قوي قوي قوي. لكن ضغط المباريات يمكن مخليانا مهتمين قوي 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 طبعا بمبارياتنا واستعداد فيها، وانت بتلعب ماتش وبعدين تقعد يومين وبعدين تخش معسكر الماتش اللي بعده. فالمجموعه بتاعت قطاع الناشئين لا يعني مهم قوي ان احنا نكون متواجدين في مبارياتنا كمان بكره بالنسبه لنا.
كابتن سيد انا بسال ليه؟ لان طبعا تردد اسم احمد عبد المنعم ولا محمد ولا احمد؟ محمد عبد المنعم قلب الدفاع فريق 99، وسمعت انه النهارده كان لعب مده طويله يعني، وكان لعب قد ايه هو؟ حوالي يعني ساعه وربع او ساعه او ساعه و10 دقائق، يعني بتتكلم في حوالي مثلا 75 دقيقه او 70. يعني لعب معظم المباراه. مظبوط. كيف تقيم تجربته؟ اداؤه يعني؟ لا هو مرة معانا بقى من فتره، يعني الترشيح برضه مشكور من عمرو مجدي وكان خالد بيض الله وكان امير عرابي يعني الفرقه، و يعني ناس مرشحه للكابتن تابعناهم حتى مع المنتخب كابتن حماده الصبحي وكابتن اسامه حسني، ف كانت البدايات ياخد فرصه على طول معانا في التدريبات تمام، ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا دايما بقول ان لعيب الناشئين ده يعني مهم ان هو يكون عنده امكانيات وقدرات وشخصيه وكل حاجه، لكن كمان مهم اكثر ان يحصل له تطوير بسرعه. يعني اللي بيحصل تطوير بسرعه اللعيب ده هو اللي بيكمل مدى تاقلمه مع طريقه لعبه فوق. طبعا فوق يعني فوق بتبقى الامر مختلف، الدرجه الاولى بتبقى الامر مختلف. اذا هناك امل في هذا الفريق ان يعوض لك بعض المراكز مستقبلا يعني باذن الله. طيب كابتن سيد، انا بقول لك دايما بتاعنا دايما لازم يكون قوي جدا جدا، لان هو سلاحك لبكره على فكره. صحيح. يعني انت بتشوف الدنيا ماشيه ازاي والارقام والناس بتطلب ايه، سلاحنا لبكره وقطاع الناشئين. بقول لكل واحد في قطاع الناشئين من اللعيبه لازم تكون مركز جدا، مصيرتك معاك لازم تكون هي كمان مركزه، يعني مش عيب ابدا ان انت تهتم بابنك، لكن مش كتر اهتمامك بابنك ده يوتره او يضره. لكن كمان انت بتلعب في نادي هو اكبر نادي في الشرق الاوسط وافريقيا، فمهم قوي ان انت تبقى حريص على نجاحه، ومهم انت كمان ان انت تبقى عارف ان في لحظه ممكن تلاقي نفسك طريقه اختلاف، مستقبلك اختلف، بس محتاج تركيز اكتر، محتاج تضحيه اكتر عشان تاخد ان ربنا سبحانه وتعالى باذن الله بيديك كل حاجه. كابتن سيد، موقف بعض اللعيبه المعارين دلوقتي اللي هم بداوا الموسم معارين، هل عندك رغبه في استرجاع حد منهم في فتره الخيط ديت ولا هيكملوا اعاراتهم؟ ناصر ماهر وغيره. لا انا لا املك ان انا ارجعه خلاص دلوقتي، يعني خلينا يعني مش من حقك تقطع الاعاره. لا طبعا. لا مفيش فرقه توافق على كده. نعم. لا طبعا مفيش فرقه توافق ان اكنك بتعيره 6 اشهر يعني. طبعا لا فانت لكن بالعكس ده هو كل استمراره يأكد على نضجه يعني. ناس عامله موسم كويس قوي زي مثلا ناصر ماهر. ايوه. من الناس اللي عامله موسم كويس جدا لحد دلوقتي. امكانيه تعويضيه طبعا كبيره جدا 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 جدا، وبنتابع يعني كل الناس اللي معاره يعني. الاستعداد للقمه بقى، الجدول ماشي ازاي؟ بكره باذن الله عندنا تمرين الصبح ان شاء الرحمن، وبعدين هيبقى عندنا معسكر باذن الله السبت تمام. ان شاء الرحمن هي مباراه كبيره مع فرقه كبيره بالتاكيد فرقه نادي الزمالك، يعني دايما المباراه ما لهاش اي حسابات ابدا. هي في استاد القاهره مش كده؟ ان شاء الرحمن يعني. لاول مره نرجع لاستاد القاهره من زمان. ما لهاش اي حسابات طبعا، ما لهاش اي حسابات طبعا بالتاكيد، لكن احنا دوافعنا اكبر بكثير، احنا عندنا رغبه ان شاء الرحمن باذن الله اكثر، محتاجين من المباراه بشكل كبير جدا ان شاء الله رحمه نتعامل معاه بشكل كويس، والتوفيق يكون حالفنا باذن الله تعالى، وبعديها على طول هنسافر على الامارات باذن الله مع نادي مصر. طيب المصابين الموقف بتاعهم ايه بالنسبه لماتش القمه؟ يعني عبد الله السعيد وحسام عاشور. عبد الله السعيد نزل خلاص مع الفرقه. نزل تمام. حسام عاشور نازل بكره مع الفرقه، سعد نازل بكره مع الفرقه، وفي اخبار كويسه محمد الشناوي ان شاء الله رحمه برضه مع الفرقه بكره، فكل دي اخبار كويسه. وسعد سمير لسه شويه. سعد نازل بكره. نازل بكره. طب كويس. نجيب لسه شويه مش كده؟ نجيب هو لسه شويه. طيب انما الباقيين الحمد لله راجعين تباعا. الامور كويسه الحمد لله رب العالمين. والسفر للامارات ثاني يوم لماتش القمه. الثلاث. باذن الله هيبقى يوم 9 باذن الله. الثلاث. طيب. كل سنه وانت طيب، ونشكرك جدا على هذا الايضاح، و يعني ممتنين. موفق دائما يا كابتن سيد. تحياتنا الى كل الجهاز الفني والاداري وتبعك واللاعبين، وكل التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا لكابتن سيد عبد الحفيظ
مدير الكرة، واعتقد ده تقرير وافي وافي، ما خدناش منه القيم المادية لان موجودة قدامي. طيب القيم المادية بقى، بما انك انت، لانه الجمهور قلق شويه